عقب انتهاء اجتماع مجلس الاداره المحدد له 21/2/2019 قرر مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الاداره في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير 2019، وجاء نص البيان كالتالي: الرفض القاطع لاستبدال اي مباراه للاهلي في بطوله الدوري بمباراه اخرى في مسابقه الكاس استجابه لضغوط اي طرف، خاصه وان اتحاد الكره هو الذي اعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من اي جهه، وهو الاولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الانديه، وتم اختار اتحاد الكره بهذا القرار في 10 فبراير 2019 قبل اجراء اي تعديلات جديده على جدول الدوري. كما قرر التاكيد على احتفاظ النادي بكافه الحقوق المشروعه دون تفريط حيال الاجراءات القانونيه التي اتخذها مجلس الاداره بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكره مع رؤساء وممثلي الانديه. كما قام مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في بدايه الجلسه بالوقوف دي احداد على روح المرحوم الدكتور رخال التوحيد رئيس قناه النادي الاهلي، والذي وفاته المنيه في ساعه مبكره من صباح يوم الثلاثاء.